صحيح كابتن اسامه، يمكن حضرتك لعبت فتره كبيره جدا في النادي الاهلي ومليئه بالبطولات، ويمكن من اكثر اللعيبه اللي كانت مخلصه جدا في الملعب كعاده لعيبه النادي الاهلي، وحاسس فعلا بقيمه عيله النادي الاهلي. ماذا تعني هذه الكلمه يعني بالنسبه، مش بالنسبه لنا بقى، بالنسبه للناس كلها؟ يعني انا حاجه ما شفتهاش غير في النادي الاهلي. لا حاجات كتير. النادي الاهلي اولا بتلاقيه واقف اكتر لما الظروف بتبقى اصعب او بيحصل خساره بطولات او هزايم، وكلنا مرينا بالموضوع ده. زي ما احنا بنكسب كتير قوي 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 سواء بطولات او ماتشات، بيجي لنا خساره زي طبعا. ما زي طبيعه الكره في العالم كله. مظبوط. يعني بايرن ميونخ اللي هو متسيد الدوري في المانيا وبطل اوروبا وبطل انديه العالم، لما رجع المانيا اتعادل ماتش 3-3 واتغلب ماتش تاني بعد كده. مظبوط. فده وارد في كره القدم. مش معنى انه خساره مباراه في مجموعه ان دي تبقى يعني نهايه العالم. نهايه العالم ده طبيعي في كره القدم. و اللي انا متوقعه في المجموعه دي بعد ما شفت مستوى الفرق اللي موجوده، انا بقول لك واكد لك ان شاء الله النادي الاهلي هينهي اول باذن الله اول المجموعه بإذن دي باذن الله لما يجي في مباراه ترتيب المباريات حتى في صالحنا. لا لا ان شاء الله الاهلي اقوى كمان. مزبوط. يعني حتى في ماتش سيمبا اللي الاهلي ما كانش في احسن حالاته كان الماتش ممكن ينتهي على الاقل تعادل. فلما بيحصل هزيمه طبيعه النادي الاهلي ببطولاته الكبيره زي ما الفرحه بتبقى كبيره قوي قوي قوي، زي ما اقل حاجه هزيمه او كده بتبقى كبيره قوي في عيون الجماهير او الاستوديوهات التحليليه او النقاد عامه اللي بيتكلموا. فدي قدر النادي الاهلي. مظبوط. النادي الاهلي بقى في الظروف دي بتلاقيه متكاتف اكتر. صح. وهتلاقي واحنا على طول كنا بنقول يعني حظ الفرق اللي بتلعب بعد هزيمه للنادي الاهلي بيبقى سيء. يمكن لو في الامور الطبيعيه الاهلي بيكسب بيجي يلعب فرقه بيبقى حظ الفرق الوحش الفرقه اللي تيجي لنا بعد هزيمه. ف بتلاقي كلام من كل الناس سواء من رئيس النادي كابتن محمود الخطيب، طبعا تاريخ كبير في كره القدم، كونه بيجتمع بال زي ما الكابتن شريف قال باللعيبه او بالجهاز او كده، ده اجتماع كانه في العيله، ده طبيعي انه يقول بعض خبراته ليهم يحفزهم يفهمهم ان لسه احنا واخدين برونزيه العالم وعاملين انجاز كبير. اللعيبه نفسها القديمه هتلاقيها لوحدها بتتجمع عشان تلم نفسها بسرعه، لانه احنا دي البطوله المفضله لينا الدوري العام، واحنا لينا مؤجلات حوالي 4 مباريات. لو ان شاء الله كسبناهم هنبقى نركب الاول تاني زي طبيعه النادي الاهلي. يعني بطولتنا المفضله. فالنادي الاهلي على طول متكاتف الحمد لله، داخل الجهاز الفني من مجلس اداره للجنه الكوره لداخل الجهاز الفني للاعبين اللي هم الادوات الاخيره اللي كل الناس بتشتغل لها عشان تأدي في أحسن حالتها وتكسب بطولات تسعد بها الجماهير، اللي هو الهدف النهائي للنادي الأهلي إسعاد الجماهير يعني. صحيح. فالواحد شاف النادي الأهلي حاجات كتيرة جدا وتعلم حاجات كتيرة جدا من ساعة ما دخلت النادي من 81 لغاية 99 وأنا لاعب، ثم حوالي 4 أو 6 سنين من 4 لـ6 سنين كنت في مساعد لبعض الاجهزه زي مستر مانويل جوزيه زي مستر مارتينيول زي سوبل، يعني كتير. فكل السنين ديت اكتر من 25 سنه الواحد اتعلم فيها حاجات كتير، منها ان احنا متكاتفين جدا جدا جدا، وبالذات في وقت لما بيحصل لك لا قدر الله هزيمه في بطوله او حتى في مباراه واحده بتلاقي الناس متكاتفه جدا. فان شاء الله النادي الاهلي يرجع لبطولته المفضله النهارده ويقدم مباراه كويسه النهارده ويحقق المطلوب باداء جيد وفوز ان شاء الله النهارده باذن الله.